اليوم عزيزي المتابع، فيديو كتير صعب. فيديو اليوم في مناقشة كتير كبيرة مع شخص للأسف صعب جدا إن نقنعه ونفوز عليه. فيديو اليوم في أكشن وقتالات وباتل وأشياء غريبة. فاليوم عنا فيديو جديد ومريض جديد. بدون ما نطول عليك ادعمنا بلايك واشتراك ويلا على الفيديو. نحن أعزائي المتابعين والمتابعات، من وقت ما بلشنا مستشفى البوب زيون عم يجيني مرضى غريبة، مريض الجرافيكس ومريض القصة ومريض، ولكن مريض اليوم هو أصعب مريض صراحة وصعب جدا إني عالجه، لأنه للأسف مريض شو ما قال لح يكون محق 100% ما لح نقدر نقله لا. فمريضنا اليوم هو مريض الجيم بلاي. جيبولي المريض لهون، جيبوه. السلام عليكم بوبز، حابب مسي عليك وعلى متابعينك الاساطير. مساء الخير متابعين بوبز، كيفكم؟ اوكي يا مريضنا، سمعني شو مشكلتك؟ والله يا دكتور بوبز انا عندي مشكله كتير كبيره. انا عندي الجيم بلاي اهم شيء. الجيم بلاي بالنسبه لي هو اساس اللعبه، بدون جيم بلاي ما في شيء اسمه لعبه. هيدا رايي وهيدا تفكيري، ما بقدر انا غيره، ما بقدر اتقبل انه يكون في شيء اهم من الجيم بلاي، سواء القصه او التفاصيل او الجرافيكس ولا شيء تاني. فشو رايك يا دكتور، هل انا محق ولا شو؟ مثل ما شفت عزيز المتابع، مشكلة مريضنا اليوم مشكلة كبيرة، ولكن في احتمالية كتير كبيرة انه اصلا ما تكون مشكلة، لانه خلينا بقى نبلش نتناقش مع بعضنا بهيدا الموضوع. عزيز المتابع، حابب اسألك سؤال، لما تيجي تلعب لعبة تمسك الكونترولر ليش؟ عشان تتفرج؟ لا. عشان تسمع؟ لا. عشان تستمتع. فشو اكتر شي بيخليك تستمتع عزيز المتابع؟ انك تمشي او تشوف مشاهد سينمائية او نكت مثلا او كتابات او نصوص، ولا تبين عرقة اللاعب هي عم تنزل؟ اكيد لا، انت بتتسلى بالجيم بلاي عزيز المتابع، بالجيم بلاي. نحن لما نمسك الكونترولر ونلعب وننط ونضرب ونشيل ونحط وايم وشوت، كله جيم بلاي عزيز المتابع. فاساس اللعبة اللي بيخلينا نحن نستمتع هو الجيم بلاي. ولكن للاسف عزيز المتابع، مع الايام بلشنا عم نشوف العاب عم تركز على اشياء تاني، على الجرافيكس او العالم المفتوح او القصة او الحوارات او الشخصيات، وعم تنسى الجيم بلاي مثلا. فهل يا ترى هالعناصر كلها اهم من الجيم بلاي ولا مكملات، ولا شو وضعهم؟ هلا اذا بدي اجي اقول لك عزيزي المتابع القصه اهم شيء، رح تقول لي لحظه، انا رح اعطيك اسباب ليش الجيم بلاي اهم شيء. نحن لما نجي نلعب اول شيء بنتسلى بالجيم بلاي، فانا ما بيهمني شيء تاني. طيب انا ما بيهمني القصه، انا بالنهايه مش عم بحضر فيلم عشان شوف قصه خرافيه ومحبوكه بطريقه يعني رائعه، انا عم بلعب لعبه. ما بيهمني شوف التفاصيل الخرافيه او والله عرقه اللاعب عم تنزل او ريحته طلعت، ما بيهمني ابدا، لاني انا عم بلعب لعبه لاتسلى مش عم شوف فيلم. ما بيهمني الواقعيه او الجرافيكس يصير خرافي او قريب من الحقيقه، او مثلا كريتوس يصير صلعته عم تضوي او الحبه تبين، بالنهايه انا مش عم بحضر فيلم، انا عم العب لعبه. ما بيهمني تكون مليئه بالمشاهد السينمائيه او الاخراج خرافي، ما بيهمني اي شيء، لاني انا مش عم بحضر فيلم. فحرفيا طول ما حكينا بنلاقي عن جد انه الجيم بلاي هو اساس اللعبه. لعبه بدون جيم بلاي ولا شيء، جيب اي لعبه شيل منها الجيم بلاي ما بتطلع لعبه. ولكن طبعا عزيزي المتابع في بعض الاستثناءات، مثل في بعض الالعاب هي مخصصه عشان تكون ما فيها جيم بلاي عميق، مثلا مثل لعبه ديترويت، لعبه قصصيه بحته ووكينج سيميليتر واتخاذ قرارات، فما فيها جيم بلاي. طبعا في بعض اللاعبين بيفضلوا هيدا النوع، ولكن عددهم قليل نوعا ما. ولكن بنرجع للاساس، اغلب الناس لما تسالها شو اكثر شيء بشد انتباهك باللعبه، شو اكثر شيء بيخليك تستمتع فيها، شو اكثر شيء بتحبه باللعبه، رح يقول لك الجيم بلاي. فانت بتساله بيهمك الواقعيه، رح يقول لك لا، بالنهايه انا عندي واقعيه بعالمي الحقيقي، ولكن انا لما اجي العب بحب بعد عن هيدا العالم، بحب اعمل اشياء ما بقدر اعملها بالحقيقه، مثل لعبه GTA. شي مره عزيز المتابع اكيد انت اجى على بالك تروح تفجر الشرطه وتهرب وتطير وتدمر دبابات، ولكن هل فيك تعمل هيدا الشيء بالحقيقه؟ اكيد لا. فنحن بنلجأ للعب عشان نتسلى ونبعد عن عالمنا، وخلال هيدي العملية أكتر شي بشدنا هو الجيم بلاي، لأنه أكتر شي بنقضي معه وقت. أكتر وقتنا باللعب ما لح يروح بالقصة أو الشخصيات أو الحوارات، أكتر وقتنا باللعب رح يكون بالجيم بلاي. فجيب لعبة يكون قصتها خرافية والجرافيكس ولا أروع وجيم بلاي مضجر، ما رح تنجح، ما كتير ناس رح تلعبها، العدد القليل فقط اللي رح يحبها. وإذا بدنا ناخذ مثال عزيزي المتابع، فينا ناخذ مثلا أيام البلاي ستيشن 2، كلياتنا كنا نجيب ألعاب وأغلب الألعاب
الألعاب كنا نستمتع فيها، لأنه من زمان يا شباب شركات تطوير الألعاب ما كان عندها القدرة والإمكانية إن تعمل لك لعبة بجرافيكس حلو أو تفاصيل أو شخصيات أو حوارات، كانت تركز على الجيم بلاي لأنه هو أهم شيء باللعبة أصلاً اللي رح يلعبه اللاعب بهيداك الزمان. فعشان هيك كنا نحب أغلب الألعاب لما كنا صغار، ما كنا نفهم قصة ولا جرافيكس خرافي ولا تفاصيل ولا أحداث، كنا فقط نشوف الجيم بلاي ممتع مسلي ننبسط نحن وعم نلعب. فهيدا بيأكد عزيزي المتابع إنه الجيم بلاي أهم عنصر باللعبة، ولكن طبعا ما بيمنع انه العناصر الباقية صارت بوقتنا الحالي مكملة بشكل كتير كبير. فانت لما تجيب لي لعبة بقلبها جيم بلاي حلو مع قصة حلوة، اللعبة رح تطلع ناجحة، لانه اوكي انا رح استمتع بالجيم بلاي، ولكن وجود القصة رح يكون عامل يشجعني اني كمل اللعبة اكتر واختمها. اذا الجيم بلاي موجود وحلو رح العب ساعة ساعتين 10 ساعات، بعدين رح مل، ما رح لاقي هدف باللعبة. ولكن لما يكون في قصة وشخصيات رح حس فعلا انه لا انا في هدف لكمل اللعبة، فبلعبها عشان الجيم بلاي عشان اعرف شو بدي يصير بشخصياتها وقصتها واحداثها. ايضا الجرافيكس، انا لما احب العب بحب العب لعبه تريح عيوني، يكون عيوني مبسوطين مثل ما ايدي مبسوطين بالجيم بلاي وعقلي مبسوط بالقصه، بحب عيوني تنبسط بالجرافيكس. بحب ايضا انا وعم بلعب يكون في موسيقى حلوه ينبسطوا ديني يا اخي وزني ينبسطوا انا وعم بلعب. فحرفيا عزيز المتابع وين ما رحنا وين ما جينا الجيم بلاي رح يكون العامل الاساسي اللي المفروض تنبني عليه اللعبه. بيجيبوا جيم بلاي حلو وبعدين يبلشوا يجيبوا قصه حلوه نوعا ما، شخصيات حلوة، حوارات، تفاصيل، جرافيكس واقعية، بعدين بتطلع عنا لعبة متكاملة مثل كتير ألعاب بقلبها كل هالأشياء. فينا أعطيك مثال Red Dead Redemption 2 مثلا، فيها قصة حلوة، عالم مفتوح حلو، فيها واقعية، فيها تفاصيل، فيها جرافيكس، شخصيات وحوارات واللي بدك يا، والجيم بلاي خرافي كمان، وكتير ألعاب تاني كمان. فخلاصة الموضوع عزيز المتابع بعتقد حكينا كتير بنفس النقطة، أغلب اللاعبين برأيهم الجيم بلاي هو أهم عنصر وأنا بوافهم هيدا الشيء. ولكن بالنسبة لي أنا كبوبز بحب الجيم بلاي يكون حلو ولكن تدعمه قصة حلوة. فلما يكون الجيم بلاي حلو بدون قصة أنا بزهق من اللعبة بعد 10 ساعات، ولما تكون القصة حلوة والجيم بلاي بشع كمان بزهق من اللعبة 10 ساعات. أنا بحب يكون جيم بلاي حلو مع قصة حلوة. هلا عزيز المتابع رح ناخد بعض الأمثلة عن بعض الألعاب اللي فعلا الجيم بلاي فيها روعة. أول لعبة هي ديفل ماي كراي، قصتها صح مش أسطورية ولكن الجيم بلاي فيها صراحة شيء رائع ومن أفضل ألعاب الهاكن سلاش اللي ممكن تلعبها. لعبة تانية جاد أوف وور عزيز المتابع، سواء الأجزاء القديمة أو الأجزاء الجديدة، الجرافيكس حلو والقصة حلوة ولكن الأهم الجيم بلاي روعة. في عندك دوم إترنال، مين ما بيعرف لعبة دوم، أغلب الناس بتلعب دوم فقط عشان الجيم بلاي لأنه متعة، وأكيد يا شباب في كتير ألعاب تانية الجيم بلاي فيها أروع ما يكون. وبس عزيزي المتابع وبس عزيزي المريض، بتمنى تكون فهمت وجهة نظري من ناحية الجيم بلاي والقصة. مثل ما قلت لك الجيم بلاي هو أهم عنصر بينبنى على العناصر الباقية، ولكن في عناصر مساعدة لهذا العنصر عشان يكون أحلى. فالجيم بلاي بينبنى تحته القصة والتفاصيل والجرافيكس والواقعية والموسيقى وكل هالأشياء الباقية. وبس عزيزي المتابع هذا كان فيديو اليوم، بتمنى ما كنت طولت عليك، بتمنى ما يكون اتجرت بقتال اليوم. اكيد هلا رح ينزل كتير ناس تقلي لا اهم شيء الجرافيكس، لا اهم شيء الجيم بلاي، لا اهم شيء الموسيقى، كل واحد طبعا عنده لا اهم شيء تعيده، يعني حاج تعيط يا بوبز صراعه المتابعين يعني. بس عزيزي المتابع بتمنى ما كنت طولت عليك، مثل ما قلت لك تعني لك اشتراك شو الجاي ان شاء الله. لحظه عزيزي المتابع، بكره في عنا جيم بلاي او تختيم مع فيس كام بوي، فانتظروا يا شباب بكره لحتشوفوا القمر يعني. بس شو الجاي، يلا سلام.